أن العلم بأسره رفع القبعات لأشبال وحيد حليلوزيتش عقب مشوارهم البطولي في مونديال البرازيل وإقصاء بشرف أمام المنتخب الألماني الذي سينشط النهائي، إلى أن الإعلامي المصري وحارس منتخب الفراعنة السابق أحمد شوبير انتقد أداء الأشبال حليلوزيتش في المونديال، وأكد أن منتخب الفراعنة كان سيقدم إنجازا أفضل مما قدمه الخضر في المونديال البرازيلي في تصريحات خاصة بها موقع أوروسبور، وهي تصريحات التي تطرح أكثر من علامة استفهام عن مغزاها والغاية منها، خاصة في التوقيت الذي صدرت فيه من هذا الرجل الذي كان قد أثار الجدل من قبل في الفتنة التي حدثت بين المنتخبين الجزائري والمصري في تصفيات كأس العالم 2010.